أنا عندي تاريخ ولا لا؟ طيب يراجعوا التاريخ، إذا عجبون يضلوا معي، إذا ما عجبون أنا بفل وجيبوا غير. يلقب بجنرال العهد القوي، تحالف مع نظام أسد وتفاخر بمشاركته في المجازر التي ارتكبها جيش حافظ في تل الزعتر، ثم انقلب عليه وعلى ما يسمى بمحور المقاومة، وهدد من أمريكا بكسر رأسه. وبعد اتهامه سوريا باغتيال الحريري، تحالف مع ميليشيا حزب الله التي كان يناصبها العداء. عاش لبنان خلال عهده أسوأ أزمة معيشية في تاريخه، لكنه طلب من اللبنانيين الذين لا يعجبهم ذلك أن يغادروه. خلصت قصة بي الكل، عهدك والله عهد السل، ويلا ارحل ميشيل عون، يلا ارحل ميشيل عون. ميشيل عون، التناقض في أعتى صوره. 13 من تشرين الأول عام 1990، تاريخ لا يمكن لميشيل عون وأنصاره أن ينسوه. في ذلك اليوم اقتحم جيش حافظ أسد قصر بعبدة، ونفذ مجزرة بحق عشرات الجنود اللبنانيين الذين أخبرهم عون حينها أنه سيقاتل معهم حتى النهاية، وأنه سيموت في مركز قيادته. بس أنا ما رح أتركه، لأن سمعت أني اندفن هون واندفن بمركز قيادته، أنا آخر واحد بترك لبنان. لكنه وبعد هزيمته هرب إلى السفارة الفرنسية في بيروت، ومنها إلى باريس، ربى حينها بالبيجامة، ترك خلفه حتى زوجته وابنتيه اللواتي أوصلتهن سيارة للمخابرات السورية إلى السفارة الفرنسية. رغم ذلك يصر التيار الوطني الحر الذي أسسه عون في منفاه على الاحتفال بذكرى 13 من تشرين الأول باعتبارها بداية لمسيرة تحرير لبنان. بعد 15 عاماً قضاها في المنفى، عاد الجنرال المهزوم إلى بيروت إثر اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وانسحاب القوات السورية من لبنان عام 2005. يصفه كثيرون بخادم جميع الأسياد أو بالعسكري المهووس بالسلطة. يقول الصحفي الفرنسي ألان ميناز إن ميشيل عون حظي بعلاقات قوية مع الإسرائيليين في فترة الحرب الأهلية اللبنانية. كما نشرت الصحافة الإسرائيلية أكثر من تقرير عن العلاقة السرية بينه وبين ضباط إسرائيليين. فعندما دخل الجيش الإسرائيلي إلى بيروت عام 82، استقبل في مقر قيادته وزير الدفاع الإسرائيلي أرييل شارون، وعندما هرب إلى فرنسا ظل يردد أنه أفضل صديق للغرب ولإسرائيل. وخلال إقامته هناك قاد حراكاً لطرد نظام الأسد من لبنان، ووصف سوريا الأسد بالدولة الإرهابية التي كوفئت بتسليمها لبنان. والدولة الإرهابية اتكافئت بإعطاء لبنان، فهل يجوز نحن عم نحارب الإرهاب أن تعطى الدولة الإرهابية مكافأة على إرهابها؟ رغم ذلك قرر حين عودته إلى لبنان الارتماء في الحضن الإيراني والتحالف مع ميليشيا حزب الله عبر اتفاق مرم خايل عام 2006. توج التحالف بزيارة دمشق عام 2007، والتقى هناك ببشار أسد وريث النظام الذي كان يهدد من منفاه بأنه سيكسر رأس أبيه. ولم يكلف نفسه خلال هذه الزيارة حتى السؤال عن مصير اللبنانيين الذين تم أسرهم عند اقتحام قصر بعبدة قبل 17 عاماً. بعدها بعام واحد، وبالتحديد في 7 من أيار، اجتاحت ميليشيا حزب الله وحلفاؤها العاصمة بيروت، وسقط القناع عن الميليشيا التي كانت تؤكد أن سلاحها لن يتم تصويبه نحو اللبنانيين. أعلن 7 أيار يوماً مجيداً من أيام المقاومة في لبنان. فكان ميشيل عون أول المدافعين عن الميليشيا. من سبب في اندلاع هذا الصدام؟ لم يكن الحكومة التي اتخذت قراراً أعتقد أنه أحمق. أوصله تحالفه مع ميليشيا حزب الله إلى كرسي الرئاسة في 20 الثاني عام 2016، بعد فراغ رئاسي أقفل فيه نبيه بري حليف حزب الله أبواب المجلس النيابي أمام جلسات انتخاب الرئيس، ما أجبر الأطراف الأخرى بعد مساومات إقليمية ودولية على القبول بترشيح عون. كتلة الوفاء للمقاومة ستحضر هذه الجلسة إن شاء الله بكامل أعضائها، وستنتخب العماد ميشيل عون رئيس تكتل التغيير والإصلاح
رئيسا جمهورية. تحالف عون نصر الله جرى الويلات على الشعب اللبناني، ترجمت من انخفاض الليرة اللبنانية إلى أدنى مستوياتها عبر التاريخ، وأوضاع اقتصادية في غاية الصعوبة، وانقطاع شبه تام للخدمات الأساسية، دفعت اللبنانيين لتسمية فترة حكمه التي يطلق عليها أنصاره العهد القوي بعهد الذل، وفجرت ثورة تشرين عام 2019. قاعد اتفرج على الفيحاء بسنوا على هالشرفاء قيولوا لعهدك لا يلا ارحل ميش العاد. وهكذا كان رد الجنرال على المتظاهرين. إذا ما في عندهم أوادم بهالدولة يروحوا يهجموا، لا لذلك ما راح يوصلوا سيئتهم. على مستوى الشارع المسيحي، أحدث تحالف عون مع ميليشيا حزب الله عام 2006 انقساماً كبيراً بين مؤيداً لهذا التحالف ومعارضاً له، وهو الذي رفض سابقاً اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية بحجة أنه أضر بمصالح المسيحيين، لكنه لم يجد حرجاً من ضرب تلك المصالح عبر التحالف مع ميليشيا طائفية تتبع لإيران وتنفذ أجندتها. في كل ما فعله الجنرال وفي كل تحالفاته وانبطاحه أمام المشروع الإيراني ومتاجرته بحماية الأقليات في الشرق، كان الهدف هو تحقيق حلمه الشخصي بالوصول إلى الرئاسة، حتى لو كان ذلك على حساب كرامته الشخصية ومصلحة الشعب وسيادة الدولة، والأهم على حساب وحدة المسيحيين والشعب اللبناني برمته. اللي بيدعي انه في تناقض بمواقفنا من وقت اللي بلشنا العمل السياسي لليوم يتفضل يبرز لنا اياه.